إذاعة البحرين، صوت البحرين، صوت البحرين. البحرين من جزيرة المحرق إلى جزر حوار، ومن جزيرة سترة إلى جزيرة أم النعسان، سطر الناس فيها أروع ملاحم الطيب والتسامح، وكان الأمن سيد الموقف. طبعا أجيال وراء أجيال ورجال يحمون أوطان في البر والبحر، عيونهم سهرة لحفظ الأمن والأمان، وهم في وقت الرخاء عزوة وفي شدة أبطال، ومع مرور العوام ها هم الأحفاد، وبعد سنين من تمدن الحياة وتطور العمران يستكملون الدور ويحافظون على سلامة الناس وممتلكات المملكة ويبسطون زيادة القانون. هم رجال من نوع خاص، رجال شرطة البحرين. إذاعة البحرين بالتعاون مع وزارة الداخلية تقدم الأمن. أمن البحرين، أمن البحرين، مسؤولية الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، تحية مسائية جديدة لكل من انضم لمتابعة برنامج الأمن. هذا البرنامج الأسبوعي اللي يطلع عليكم كل يوم خميس على الهواء مباشرة، ونلتقي فيه معاكم على مدار الساعة والنصف، من الساعة 1 إلى الساعة 2:30 عبر أثير إذاعة مملكة البحرين. معكم من خلف الميكروفون النقيب فايز أمين، وأذكركم أن يمكن مشاهدة برنامجنا على الهواء مباشرة على قناة اليوتيوب الخاصة بوزارة الداخلية MOI_بحرين. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مريم محمد، وفي التنسيق والمتابعة زهير الجنيد، ومن النقل المباشر نائب عريف عبد الرحمن خدري وأوزر مختار، وتحية خاصة من مخرج البرنامج مساعد ملازم ثاني عبد الرحمن البطي. مثل ما عودناكم أعزائي أن هذا البرنامج نناقش فيه أهم القضايا الأمنية والاجتماعية اللي تلامس وتهم جميع أفراد المجتمع البحريني، ونركز فيه على جهود إدارات وزارة الداخلية. حلقتنا اليوم بتكون حلقة خاصة عن جهود المديريات الأمنية في تعزيز الأمن المجتمعي. مثل ما تعرفون فقراتنا متنوعة، ونبدأها مع تغريدات الوزارة. معالي وزير الداخلية يستقبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ودردشة الخميس وقت الامتحانات والتسكع في الشوارع، قصة جديدة نستمع لها في وراء القضبان، في زوم التمارين البحرية، وآخر التطورات الأمنية ننقلها لكم الساعة 2 من غرفة العمليات في وزارة الداخلية، وبداية مشوارنا معاكم تغريدات الوزارة. البحرين، البحرين مملكة تنعم بالأمن والأمان، في سماها وأرضها وبحرها رجال من نوع خاص، رجال ما يهابون الأخطار، رجال يوصلون الليل بالنهار لحفظ الأمن، وهم دوم مستعدين يضحون ويقدمون الغالي والنفيس لحماية أجواء مملكتنا الحبيبة. هم رجال جناح طيران الشرطة. Thank you.
معالي وزير الداخلية يأمر بسرعة التحري واتخاذ ما يلزم بشأن موضوع منافسة عدد من يحملون جوازات بحرينية لأصحاب الأعمال بالمملكة العربية السعودية. في إطار العلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين الشقيقين، معالي وزير الداخلية يستقبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ويؤكد أن الزيارة تساهم في تعزيز قوة الترابط الأمني بين البلدين الشقيقين. تحت رعاية رئيس الأمن العام وبحضور نائب المفتش العام، اختتام منافسات بطولة كرة القدم للضباط. وأخيراً، ضمن إرشادات توعية للحد من الحرائق، الدفاع المدني يؤكد على منع مراوح الشفط والأجهزة الكهربائية من العمل مدة طويلة. مملكة البحرين، لؤلؤة الخليج العربي، المملكة الحيوية لما يقارب المليون شخص، هي قوة اقتصادية مع تاريخ عريق ومستقبل مشرق. لكن القوة الاقتصادية في البحرين ما تعتمد بس على مواردها الطبيعية والعمل الشاق اللي يقوم فيه البحرينيين، لكن تعتمد بعد على رجال من نوع خاص أمنوا لحماية المواطنين والمقيمين في منازلهم وأعمالهم ومستقبلهم. هم الشرف والشجاعة والبطولة والتضحية. هم رجال من نوع خاص، رجال على خط النار، رجال الدفاع المدني. جردشة الخميس. في جردشة الخميس اليوم بنناقش موضوع لا أهمية بصراحة، وهو التسكع في الشوارع وقت الامتحانات. احنا نلاحظ دائما طبعا الشباب في سن المراهقه، وخصوصا في وقت الامتحانات، يمكن يعني هو يبي يطلع من الروتين اللي هو فيه طوال العام الدراسي، داخل مدرسه لساعات طويله، يتلقى التعليم والواجبات المدرسيه، فيلاقي ان وقت الامتحانات هي الفرصه الوحيده انه ممكن يطلع أو يتسكع مع أصحابه في المدرسة، ويروحون يعني يقعدون في المجمعات أو عند السوبر ماركت أو أي مكان. لكن يبقى هذا السلوك خاطئ ودائما يعرضهم للخطر، وهذا السلوك أساسا هو سلوك غير حضاري، لأن احنا ساعات نلاحظ من بعض الشباب للأسف بعض التصرفات الغير لائقة. لكن احنا في النهاية يعني لابد ان تكون في نسبة من احنا نعذرهم على هذه التصرفات لأسباب معينة يمكن احنا ما نعرفها. بس للأمانة شرطة المجتمع هم قايمين بدورهم على أكمل وجه، وهم يعني دائما ما يقصرون في شغلهم عند المدارس، ينظمون الحركة المرورية ويتابعون حركة الطلاب. لكن احنا دائما نقول اليد الواحدة ما تصفق، فالمطلوب من أولياء الأمور مراقبة أبنائهم ومراقبة جداولهم للامتحانات، متى يبتدي ومتى يخلص وقت امتحانه. الرجاء التنبيه على أبنائكم في عدم التسكع في الشوارع، ممكن هو يتعرض حق حادث، ممكن هو يزعج الغير بتصرفات يعني غير مطلوبة. في النهاية هم في عمر صغير وفي سن مراهقة، وعندهم قدر ما شاء الله كبير من الطاقة، وعندهم أنهم يتحركون ويروحون يمشون لمسافات طويلة. فإحنا للأمانة ما نرضى بهذه السلوك الخاطئ، ونطالب أولياء الأمور كلهم أن يحطون يدهم في يد شرطة المجتمع ورجال الأمن، أن إحنا نحد من هذه التصرف، مو بالقوة إنما بالتربية. المنامة عاصمة النشاط الاقتصادي والنهضة العمرانية لمملكتنا البحرين. المنامة ما ظلت أم لمليون نسمة تقريبا، كلهم في الحفظ والصون بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل رجال من نوع خاص، رجال يساعدون كل محتاج، عيون ساهرة على أمن وأمان هذه الجزيرة الطيبة. هم رجال شرطة النجدة.
إدارة البلاغ ومتحكم باتجاه الموضوع. من وراء القضبان. ليس علينا أن نسفك طريق المخدرات بأنفسنا لنتعب ونحتضر العبرة الأكبر من يمكن لأي من أن يستخلصها تكمن في قصص الآخرين. حبة دخان حقن وإدمان وقد توصل للموت لا قدر الله. هذه هي مراحل المخدرات. المخدرات مثل اللذة العابرة اللي تؤدي إلى نهاية هالكة، ومثل السم اللي يتفشى في حياة المدمن لما تمرض روحه وقد تنهيها. وبهالمقدمة خلونا نستمع لقصة النزيل وحسن. دارت قصة دي كان أنا تعاطيت وأنا صغير، واجد صغير يعني، كنت يعني 14 سنة كنت في المدرسة، يعني كنت حتى أروح المدرسة متعاطي، يعني كانت حياة مؤلمة الصراحة، يعني في التعاطي حياة وايد مؤلمة. صدقنا يعني نشوتها حليوة، بس إنه شيء ما منه فائدة، مضرة أزر من فائدة زين. تخسر مجتمع، تخسر اللي حواليك اللي يحبونه، اللي دائما ايه هاد لين يبتعدون عنك طبعا، لان انت مو كده دربك مو زين، فمن كده يبتعدون عنك، ما يبون بعد لو سون سمعتهم ما يبون هذا، لان لا تقول ما حد يدري عنك تطلع انت لا. فقمت يعني قعدت ان انا ادرس روحي واشوف في ناس تدرس لهذا اليوم، يعني الحمد لله يعني فيها في ناس تدرسنا، يعني ناس مكرسة روحها لأنه في السجن ما عنده شيء يسوي، تكرس روحها حق إنه يخدم الناس. الحمد لله يعني البرنامج اللي دخلناه برنامج يعني طور من نفسيتنا، عطانا أمل، عطانا عرفنا شلون نحن نقدر نحاصر هذا المرض. والوالدة الله يحفظها وخليها طول عمرها، يعني واجد كانت تكلمني يعني تقول لي هاي الساعات، تقول لي يا ولدي هذا نار وعار، نار وعار، يعني انت مو قاعد تستفيد اي شيء، انت قاعد تخسر روحه، ربيته لا تدخلها مني تصرفها مني، والعالم كذا تتكلم عليك وانت تقول ما عليك من العالم. ما يصير، لازم نظرة المجتمع يعني لو عاني يعني ان هذا الدرب مو درب، وما في صديق صراحة، ما في صديق، ما تحصل صديق هذا الدرب، صديقك المخدرات، انت عندك مخدرات عندك ربط، عشنا في مجتمع مو المجتمع من الناس اللي حوالينا، زين تعرف صغير تجرب تجرب، ما اقدر اشرح لك يعني بالضبط لان حياة مؤلمة الصراحة، ولا وعاني لان خلاص الى متى بتعذب بيتكم وياك رايحين وجاي وضاربين لك مشوار وما حد يوقف وياك، وين ربعك؟ هالكلام اللي كانوا يقولون لنا اي وين ربعك؟ ترى ده اذا صارك شيء ما حد يوقف، ما في الا اهله. احنا ما كنا الصراحة لان متابعين احنا فوق هذا، اذا كنت بعيد عن الله يعني انا اقول اللي يتعاطون زين لا تغرهم الدنيا، ترى وده يقول لك تعال تعاطى المصلي هذا عدو، هذا عدو، انت لا تفكر ان الظلم بس روحك، لا انت غلطان، ظلمت روحك ظلمت الايام، ما يصير، لازم تفكر، يعني الله عطانا عقل وميزنا عن كل مخلوقاته. عزيزي الشاب خلي في بالك ان الحياة نعمة والمخدرات نغمة، فلا تهدر حياتك مقابل نشوة مدتها دقائق مؤقتة راح تختفي ويزول اثرها. فالمخدرات جريمة راح ترتكبها في حق نفسك وفي حق اللي حولك. وقبل ما اختم الفقرة راح أأكد ان الإدمان مشكلة مجتمع تستوجب يقظة الجميع. من وراء القضبان.
مثل ما سمعنا قصة الأخ بحسن تعاطي مخدرات وابتداها في سن صغير لما هو خسر كل المقربين حواليه ويقضي وقت عقوبته الحين خلف القضبان، لكن هو قال انه يتلقى التعليم المناسب ويتلقى الارشاد والتأهيل المناسب، فشيء جميل انه هو رجع الى رشده. واحنا دائما نقول يا ابو حسن انه ما فات الفوت، وان شاء الله بتقضي وقت عقوبتك وبتطلع وبتلتم بيلتم شمل الاهل مره ثانيه وشمل العائله، واحنا نتمنى انك تقضيها هذه تمر عليك سريعة وقت العقوبة وترجع إنسان يتقبلك جميع أفراد المجتمع. ومثل ما قالت الأخت مريم فعلا المخدرات مشكلة مجتمع تستوجب يقظة الجميع، وإحنا كلنا نتكاتف علشان نتخلص من الآفة هذه إن شاء الله في يوم من الأيام. البحرين، البحرين مملكة تنعم بالأمن والأمان في سماها وفي أرضها وبحرها، فيها رجال من نوع خاص، رجال ما يهابون الأخطار، رجال يصلون الليل بالنهار لحفظ الأمن، وهم دوم مستعدين يضحون ويقدمون الغالي والنفيس لحماية سواحل وحدود مملكتنا الحبيبة. خبر السواحل لدرع سبعة، تسمعني أجل؟ درع سبعة معك خبر السواحل. ورنا بلاغ عن شخص مفقوش مال شرق أمواج من عليه. طيب رسالة واضحة. هم رجال خف السواحل، رجال خف السواحل. زوم انطلاقا من مسؤوليات وزارة الداخلية في حفظ الأمن وحماية السلامة العامة، تحرص قيادة خفر السواحل على تعزيز الأمن البحري من خلال السيطرة البحرية على سواحل ومياه المملكة، بالإضافة إلى رفع معدل السلام البحرية. تضع قيادة خفر السواحل سنويا خطة لتنفيذ عدد من التمارين المشتركة بهدف رفع الجاهزية الأمنية. معنا على خط الهاتف الرائد ركن حمد عيسى الشربتي، آمر قاعدة بندر الدار. الرائد ركن حمد، مساك الله بالخير. مسيك بالنور. أول شيء احنا نرحب فيك في برنامج الأمن وسعيدين انك انت تكون اليوم معانا على الخط. ورجال خفر السواحل هم دائما يعني رجال في عرض البحر ويحمون يعني يمكن يعني خط أساسي في مملكة البحرين. يمكن الناس ما تدرك هذه الأمور والمخاطر اللي يمرون فيها، لكن انتوا دائما شغلكم مقدر وجهدكم مقدر، ويعني يعطيكم الصحة والعافية دائما. الله يحفظك. يمكن الرائد حمد طبيعة التمارين اللي تنفذها قيادة خفر السواحل أكيد لها أهمية فيما يتعلق بالسلامة البحرية، فشنو أهمية هذه التمارين إذا بتكلمنا إياها بشكل خاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أرحب بالسادة المستمعين. أما بخصوص التمارين اللي تشارك في قيادة خفر السواحل بشكل عام، هي تمارين أمنية، تمارين سلامة بحرية وبحث إنقاذ. أما بخصوص أهميتها فيما يتعلق بالسلامة البحرية، فهي تساعد على رفع مستوى الجاهزية الأمنية لضباط وضباط صف وأفراد قيادة خفر السواحل والتدريب على مواجهة مثل هذه التحديات. نعم. هي يمكن يعني أكيد تساهم في رفع المنظومة الأمنية في قيادة خفر السواحل. شلون ممكن تساهم في رفع المنظومة الأمنية؟ نعم، مثل هذه التمارين لها أثر إيجابي في إعداد وصير ضباط وضباط الصف لمواجهة التحديات اللي تواجه المنطقة، وبعد يكون في كذلك رفع مستوى الجاهزية الأمنية لهم ورفع صف، وهي فرصة لمراجعة إجراءات العمل الموحد لسننا تحديثها إذا تطلب ذلك. نعم. يمكن الأسبوع اللي فات يمكن تم اختتام فعاليات التمرين البحري، يمكن أطلق على التمرين اسم الحارس اليقظ 6. نعم. نعم. كلمنا الراد حمد عن يعني طبيعة التمرين ويعني هو يمكن من اسم الحارس اليقظ أكيد يعني في يمكن في نوع من مثلاً إن يمكن هو تمرين ليلي. هو تمرين يعني 24 ساعة. نعم. نهاري وليلي. طبعاً هذا التمرين تحت رعاية معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخلية الموقر وحضور سعادة رئيس الأمن العام. تم اختتام فعاليات هذا التمرين البحري السنوي الحارس اليقظ 6
حيث شاد معاليه عن مستوى الإعداد والجاهزية والجدية في نعم. التنفيذ وحيادية لجنة التحكيم نعم. لهذا التمرين، واطلع معاليه على الإيجابيات والسلبيات البناءة، حيث وجه معاليه على معالجتها في التمارين القادمة إن شاء الله. نعم، يعني دام احنا في بداية يمكن عام 2018 نعم، فهل في تمارين مستقبلية؟ بالتأكيد في هناك تمرين تعبوي مشترك خاص بقيادة خفر السواحل، وهو التمرين السنوي الحارس اليقظ، نعم. بالإضافة إلى تمارين مشتركة مع السلاح البحري الملكي البحريني، وتمارين مع القوات الصديقة إن شاء الله. نعم. الرائد ركن حمد عيسى الشربتي، آمر قاعدة بندر الدار، شكرا لكم، ونقول لكم مرة ثانية يعطيكم الصحة والعافية، وتشكرون على هذا المجهود الذي يوم الفضل. الله يسلم. أمان يا دارنا، أمان بحريننا، أمان يا دارنا يا ديرة الطيبين، والله يحافظك لنا ما دام بك مخلصين، أمان يا دارنا يا ديرة الطيبين، والله يحفظك لنا ما دام بك مخلصين، انت يا مانا شعب بعمارهم مرخصين، يا مانا شعب بعمارهم مرخصين، نورك يا دانات حامد غطى على الفارغدين، نورك يا دانات حامد غطى على الفارغدين، يا ديرة الطايبين ما دام بك مرخصين. أمان يا دارنا، أمان بحريننا، اسمك بما يذهب في سيرة الأولين، ويا دار طيبتها لك تشهد لها العالمين، اسمك بما يذهب في سيرة الأولين، ويا دار طيبتها لك تشهد لها العالمين، منك روينا الضمى يا وردة الياسمين، منك روينا الضمى يا وردة الياسمين، في مكانك هنا قلب الغلا والحنين، انت مكانك هنا قلب الغلا والحنين، أمان 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 يا دارنا، أمان بحريننا، لله دارك نعم يا وجهة الساحلين، ويا الله بلد بجملك من صفوة المنصفين، لله لله درك نعم يا وجهة الساحلين،
أغرى بلد بك ملك من صفوة المنصفين. وعامل بلدنا حمد من خيرة الحاكمين. وعامل بلدنا حمد من خيرة الحاكمين. ومحبتك يا بلد عندي عليها يقين. ومحبتك يا بلد عندي عليها يقين. يا ديرة الطايبين ما جابتك مخلصين. تمارس المديريات الأمنية في محافظات المملكة الأربعة دور مهم في الحفاظ على الأمن العام وإشاعة الاستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين. تبذل جهود مضنية في نشر الوعي الأمني وتفعيل الدور الوقائي وتوطيد العلاقة بين رجل الأمن والمجتمع، وذلك للحد من السلوكيات اللي تؤدي إلى فرص ارتكاب الجريمة. مع انطلاق العام الجديد بنلقي الضوء في حلقة اليوم على جهود المديريات الأمنية في خدمة المجتمع ودورها في تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية والتصدي لكافة أشكال الجريمة. يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف على الهاتف عدد من المسؤولين من مختلف المديريات الأمنية بالمحافظات الأربعة. مثل ما نعرف أن المديريات الأمنية لها دور جوهري وأساسي في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وتبذل مديرية شرطة محافظة المحرق جهودا متميزة من خلال العمل الشرطي والأمني في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى سرعتها في التعامل مع آلاف البلاغات الأمنية. في أولى محطاتنا اليوم يسعدنا أن نستضيف العقيد محمد راشد الحسيني، رئيس مركز شرطة الحد ومديرية محافظة المحرق. سعادة العقيد محمد الحسيني، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. احنا أول شيء يعني شاكرين لكم هذه الجهود الأمنية اللي تقومون فيها يعني في محافظة المحرق، واحنا يعني نعرف أن يمكن محافظة المحرق يمكن البحرين كلها آمنة، لكن المحرك تتميز نوعا ما بأمان خاص. هذه سؤال راح نسأله بعد شوي، لكن احنا ودعنا في يمكن قبل اسبوع او اسبوعين العام 2017، فاذا تكلمنا سعادة العقيد عن المؤشرات في الحالة الأمنية في محافظة المحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان المؤشرات في محافظة المحرك، الحالة طبعا مستقرة والحالة الأمنية ممتازة. لا. ولا يخفى عليكم أن اتجهت مديرية شرطة محافظات المحرق استراتيجية ذات عدة محاور لمواجهة الجريمة التي تؤثر على يعني على صحة على المواطن والمقيم. نعم. زين، وهذا يعني من خلال واجبات الشرطة المتمثلة في التعاون مع جميع الأجهزة الدولة، وهذا عشان نحقق الشراكة المجتمعية. نعم. وفي تدابير أمنية معينة مثلا قمتوا فيها يعني لأجل تحقيق تراجع معدل الجريمة؟ طبعا عدة تدابير مثل ما هذه قمنا احنا طبعا التدابير على عدة محاور. أول محور نظمنا التطوير الإداري. نعم. وقمنا بتدريب العناصر في سبيل تعزيز إمكانياتهم يعني لأداء واجبهم على أكمل وجه. نعم. وعندنا محور ثالث مثل ضبط الجريمة، ومحور رابع تعزيز الخدمات اللي يقدمونها الشرطة. نعم. هاي اعتمدت على يعني حزمة من التدابير. نعم. نعم. اللي تهدف إلى تحجيم أو تقليل فرص ارتكاب الجريمة. نعم. مثل ظاهرة تعاطي المواد المخدرة،
قمنا بتشكيل فريق أمني لجمع المعلومات والتعامل معها وتحويلها إلى الجهات المختصة. أيضا قمنا بتشكيل فريق يتابع الاشتراطات الأمن والسلامة في بيوت أو مساكن العزاب. نعم. والعديد من التدابير والإجراءات اللي تساهم في تحقيق يعني تحقيق مع تراجع معدلات الجريمة. نعم. وأيضا بعد لا يخفى عليكم طبعا تم إنشاء مكتب حماية الأسرة اللي يقوم بدوره تعامل مع البلاغات ذات الطابع الأسري. نعم. للحفاظ على يعني كيان الأسرة طريقة سرية. نعم. وهذا يعني نجحت بالتجربة وتعممت على جميع المحافظات يعني بتوجيهات كريمة من سيدي معالي وزير الداخلية حفظ الله. نعم. يمكن تتميز محافظة المحرق يعني إنها آمنة أو يمكن أكثر أمانا. إحنا ما نبي نقول أكثر أمانا، البحرين كلها آمنة مثل ما قلنا، لكن يعني هل يرجع هذا الشيء إلى الجهود الأمنية أم طبيعة أهل المنطقة؟ طبعا بفضل من الله الحمد لله والشكر على النعمة، ثم بفضل قيادة وحكمة سيدي حضرة جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه. نعم. وجهود حكومتنا الرشيدة وما يبذلون رجال الأمن من تضحيات جسام، فإن جميع محافظات المملكة تزخر بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار في جميع المجالات، ومنها محافظة المحرق التي تشهد تعاون كبير يعني من قبل المواطنين والمقيمين، تعاونهم مع المراكز الأمنية لحفظ الأمن والنظام وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، يعني يتواصلون مع جميع الأهالي، وهذا ما ينعكس إيجابا على الأمن في محافظة المحرق. نعم. سيد العقيد، يمكن في خطط أمنية مستقبلية لأجل تطوير الأداء الأمني في المديرية بشكل خاص؟ أكيد طبعا، نحن نعمل بشكل مستمر على تطوير الأداء وارتقائه في جميع الخدمات الأمنية والمجتمعية لتعزيز القدرات ورفع معدلات الكفاءة والاستعداد والجاهزية الأمنية، يعني ذلك بما يتفق مع استراتيجية الوزارة يعني حق وزارة الداخلية. نعم. في ارتقاء كافة الأجهزة إلى أعلى المستويات الأمنية، يعني احنا مستمرين تعديل الخطط في خطة سنوية وخطة شهرية وحتى نغيرها حتى في اليوم. نعم. تطوير طبعا للأحسن بلا شك. سعادة العقيد محمد راشد الحسيني، رئيس مركز الحد، رئيس مركز شرطة الحد بمديرية شرطة محافظة المحرق، احنا شاكرين لكم هذه الجهود، وان شاء الله محافظة المحرق بجهودكم وتكاتف المجتمع تبقى دائما في امن وامان ان شاء الله. واشكركم على حسن الاستضافة، وطبعا جهود متواصلة وان شاء الله مستمرة. بلا شيء، شكرا لكم، جزاك الله خير. شكرا. جزل الوهاير قايد مسيرتي.
كل يوم بوقع لين ثاني واروح ابوق على سبت شنو على سبت هالمخدر حبيت هاي الشيء يعني تميت ومشيت فيه من حب حق روحه انه يعني يسجن هني يقعد في السجن ويخليها لبارة عائلتك تستغيث بسببك انت انقذ اطفالك من ضياع المخدرات طريق الهلاك عزيزي المواطن والمقيم تجنب التجمهر في موقع الحادث وافتح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني تجاوب مع الجهات المعنية بمباشرة الحوادث واتبع التعليمات والإرشادات الصادرة معا نحو شراكة مجتمعية فاعلة تحمي الوطن مع تحيات وزارة الداخلية مديرية شرطة محافظة العاصمة لها دور مكمل في مجال ضبط النظام والقانون بالإضافة إلى الواجبات والمهام التي تطلع بها في سبيل المحافظة على الأمن وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وذلك عبر التواصل والتنسيق والالتقاء بين مختلف الجهات الحكومية وأهالي المنطقة لرصد الاحتياجات والمشاكل اللي تواجه المجتمع ووضع الحلول المناسبة لها. معنا على الهاتف الرائد ركن غازي علي السبيعي رئيس شعبة العمليات بمديرية شرطة محافظة العاصمة. الرائد ركن غازي مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أخوي. مثل ما قلت أخوي يعني مديرية شرطة العاصمة بتكون على تواصل دائم إن شاء الله. نعم. منكم موجودين في كذا يعني الراد غازي احنا دائما نقول يعني يعني الامانه يعني ضباط يعني شرطه المنامه والافراد
دائما احنا نقول الله يعينهم. لما نشوف واحد مثلا وين الدوم يقول لنا مثلا في في في, في المنامه نقول الله يعني الله يعينكم على كميه يعني الشغل اللي انتم تواجهونه. يمكن المنامه منطقه يعني نشيطه في الحركه، فيها عمران وفيها سياح وفيها مقيمين وفيها عماله وفيها امور كثيره يمكن الواحد حتى ما تخطر على باله. ففعلا انتم تقومون بجهود يعني تشكرون عليها. والله اخوي كلامك هذه يعني شهاده شكر نعتز فيه. الله يسلمك. وكلنا ضباط وافراد المديريه بكل منتسبينها يقدمون الخدمات اللي يقدرون عليها، واللي بعد ما يقدرون عليها بالكل اللي يعني ان شاء الله كل شيء يقدرون عليه باذن الله. انتم تقدرون على كل شيء ان شاء الله. الله يسلمك. يمكن رائد غازي في عدد بلاغات يمكن تم تلقيها خلال العام الماضي مقارنه يعني بالسنوات اللي فاتت، وفي يمكن انخفاض في هذه الارقام، فيعني خلينا نتكلم عن سبب ارتفاع هذا المعدل او الانخفاض. شوف أخوي، أول شيء ما يخفى عن الكل الوضع الأمني الحمد لله في البحرين في تحسن مستمر بظل قيادة سيدي معالي وزير الداخلية ومتابعته الدائمة حق جميع المنتسبين في الوزارة ودعوته المستمرة حق كل يعني الأفراد والضباط إنه يكونون ويقدمون خدماتهم على أكمل وجه. نعم بلا شك. وبالنسبة حق القضايا الله يسلمك بيكون عندنا ازدياد طبيعي، يعني في 2015 تلقينا 29,701 بلاغ، في 2016 تلقينا 30,377 بلغ، وفي 2017 اللي هي السنة اللي راحت 31,979. من الأرقام نلاحظ أن بيكون يعني ازدياد طبيعي كل سنة 1000 يعني تقريبا. فهذا الازدياد يعني الأثر ماله بيكون احتمال اللي هو الازدياد السكاني الطبيعي والكثافة السكانية الموجودة، طبعا الفعاليات المستمرة اللي تقيمها مملكة البحرين. نعم. والمعارض طبعا اصبحت مملكه البحرين واجهه حق السياح، واجهه حق القيام العديد من المؤتمرات والاحتفالات في المنطقه. نعم. يمكن الرائد غازي يعني مثل ما قلنا ان يعني محافظه العاصمه تشهد حركه تطور عمراني واقتصادي كبير، وهناك يمكن زياده كبيره في المجمعات التجاريه. هل شكل يعني تشكل هذه الحركة عبء عليكم كمديرية ويعني تتطلب لكم تسوون خطط مستقبلية؟ أخوي احنا ما نقول عبء، دائما نقول عندنا مثلا اللي هو يعني امتحان نحاول نجتازه او نحاول انه، لكن عبء لا مو بعبء ان شاء الله. لكن اللي هو مهمة ولازم ان احنا نقضيها. نعم. وبالنسبة حق التوسع العمراني والتطور، طبعا مملكة البحرين بشكل عام نشوف فيها التطور العمراني ومناطق جديدة قاعدة تنفتح ومدن جديدة قاعدة تنفتح، مو بس يعني اللي هي المجمعات. وبالنسبة حق المجمعات الموجودة في المنطقة بحكم خبراتنا المستمرة معاهم ومعاملتنا معاهم وتعاملنا معاهم اكتسبنا خبرة طيبة الحمد لله، وفي خطط موجودة موضوعة التعامل مع كل يعني كل حدث أمني. نعم. بشكل مختلف. نعم. بالنسبة حق يعني نحاول نكون على اتصال دائم مع المجمعات التجارية وعلى وننقل بعد الخبرة اللي موجودة معنا أو من التعامل اللي موجود مع المجمعات الجديدة. نعم. اللي راح تفتح عشان نكون بعد ما نعاني منها أو ما نعاني من مشاكل تكون موجودة فيها. نعم بالضبط. يمكن رائد غازي انت ذكرت قبل شوي ان يعني البحرين واجهه سياحيه، وهي فعلا يعني في تزايد يمكن الفتره الاخيره للسياح والزائرين يعني في مملكه البحرين، خصوصا خلال يعني الاجازات الاسبوعيه وحتى الاجازات الطويله. هل هذا الشيء يتطلب منكم جهود مضاعفه او يعني مثلا يتطلب منكم تكثيف عدد القوى الامنيه؟ هو اخوي القوه موجوده طول أيام الأسبوع. طبعاً الحالة الاجتماعية اللي هي أو الوضع اللي يكون في الويكند أو في الإجازة الأسبوعية
يتطلب المتابعة المستمرة، دوريات تكون متواجدة. طبعا ما يخفى عنك أن السياح ازدياد عددها، لأن من أهم الأشياء اللي يكون يعني الواحد أو السائح أنه يحس فيها اللي هو الأمن. نعم. فكل ما شاف الدوريات متواجدة في الشوارع، كل ما شاف الشرطة، شاف يعني ودية وتعامل ودي منهم، ف يعني ملاحظة هذه نعم. الأشياء بتكون إيجابية على السياحة وزيادة العدد من السياح. نعم. احنا دائما نتمنى أن نشوف المنامة يعني في أجواء جميلة يسودها الأمن والطمأنينة. يعني ربوع المنامة يعني جدا جميلة، خصوصا يعني في الـ في الـ في الأعياد الوطنية، حتى الأيام العادية يعني شوارع المنامة لها يمكن طابع خاص. في رسالة توجهها لأهل المنامة والمقيمين فيها؟ طال عمرك دائما نوجههم ونقول مكاتبنا مفتوحة، حياكم في أي وقت، و يعني انتم موجودين عشان خدمتهم. اي نعم، موجودين عشان خدمتهم ونخدمهم بعيوننا. نعم. الرائد ركان غازي علي السبيعي، رئيس شعبة العمليات بمديرية شرطة محافظة العاصمة، يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم. الله يسلمك اخوي، ما قصرت. مشكور. ودي الشدايد كلنا رجع الأمن بعزمنا، ودي الشدايد كلنا رجع الأمن بعزمنا، قواتنا درع الفخر وحنا السيوف الأمننا، ودي الشدايد كلنا رجع الأمن بعزمنا، قواتنا درع الفخر وحنا السيوف الأمننا، حنا الفدا ونار العدا، حنا حماة وطالنا، حنا الثلثل وقت العسر ودون الخليج رقابنا، وقت الشدايد كلنا رجال أمن بعزمنا، قواتنا درع الفخر وحنا السيوف الأمننا. أفضل خليج وأهلها لعاش راس ذلها، أشعوب وحدة بالوفا والخيرنا مطلها، أفضل خليج وأهلها لعاش راس ذلها، أشعوب وحدة بالوفا والخيرنا مطلها، أم نورها واللي انتخى ديار الخليج يدلها، أم نورها واللي انتخى ديار الخليج يدلها، واللي بغى يوم الوقع حنا له وحنا لها، وقت الشدايد كلنا قواتنا درع الفخر وحنا السيوف الأمننا. الله يبارك همته، سلاحه إيمان وعزم ومن قوة الله قوته، حامل الأمن في هيبته، الله يبارك همته، سلاحه إيمان وعزم ومن قوة الله قوته، من هنعرف معنى الشرف روح أولى القادته، من هنعرف معنى الشرف روح أولى القادته،
وعز أهله وديرته. قواتنا درع الفخر وحنا السيوف لأمننا. المنامة عاصمة النشاط الاقتصادي والنهضة العمرانية لمملكتنا البحرين. المنامة ما ظلت أم لمليون نسمة تقريبا، كلهم في الحفظ والصون بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل رجال من نوع خاص، رجال يساعدون كل محتاج. عيون ساهرة على أمن وأمان هذه الجزيرة الطيبة، هم رجال شرطة النجدة. نجدد فيكم ترحيب أعزائي المستمعين، ونذكركم أن حلقتنا اليوم عن جهود المديريات الأمنية في تعزيز الأمن المجتمعي. وحان الوقت أن ننتقل إلى الغرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية يعني يقولوا لنا أهم البلاغات الأمنية اللي وردت لهم في هذا الأسبوع. عمليات نزل حادث سيارة من الدهورة وفي إصابة أبوي. أخوي عندنا حريقة في البيت أخوي. طوارئ. بغيت لو سمحت تعرف لنا عندنا حادث سيارة. طوارئ. لأن الطائرة هي من المحرك. طوارئ. لو سمحت أبوي أنا سبت علي حرارة سيارة وحين واقف في الشارع. طوارئ نعم. يا أخوي باخذ داشين بيتنا وبايقينا يا أخوي. طوارئ. شكرا في خمس دوائر. طوارئ نعم. لو سمحت في حريقة في جاني في البيت الجنبي. طوارئ. عندنا هم الطائرة على راس الطابق الأول. طوارئ نعم. طوارئ. عمليات. طوارئ نعم. الأمن خلال أسبوع. معنا من غرفة العمليات الرئيسية الملازم أول محمد حميد، مساك الله بالخير. صروخ. الملازم أول محمد حميد، مساك الله بالخير. نعم صباح. مساك الله بالنور صروخ. الملازم محمد، إذا يعني تكلمنا وتعطينا أهم البلاغات الأمنية اللي وردت للغرفة خلال هذا الأسبوع. السلام عليكم ورحمة الله. طبعاً أول شيء بغيت أتكلم عن عندنا عدد البلاغات خلال الأسبوع الماضي. كان عندنا حوالي غرفة العمليات الرئيسية تلقت حوالي 1818 بلاغ، وخلال ال 24 ساعة الماضية تلقينا 264 بلاغ. طبعا عندنا من أهم القضايا اللي جاتنا خلال هالأسبوع، عندنا حريق في مبنى منطقة مدينة عيسى. استلمت غرفة العمليات الرئيسية بلاغ عن وجود حريق في مبنى، وعليه تم إرسال للجهات المختصة، ووجهنا طبعا آليات الدفاع المدني للموقع وجميع الجهات المختصة إلى المبنى نفسه. وصلوا الآليات طبعا وقت قصير جدا وأخملوا على الحريق وسيطروا على الحريق بالكامل، والحمد لله طبعا ما نتج عنا أي إصابات، إنما مجرد أضرار في المبنى كانت في الحريق في غرفة نوم، وسيطروا على الدفاع المدني والحمد لله يعني من غير أي إصابات أو أي أضرار. نعم. كذلك عندنا حادث مروري كان يوم الأحد الماضي. الحادث المروري سلمك الله هذه كان في منطقة البحير، كان في شاحنة قدمت بشخص مشاكل يمشي على الشارع، وطبعا وصلت الجهات المختصه وطرشنا سيارات الاسعاف، اسعفوا طبعا الشخص الموجود الاصاب صاب اصابه بليغه في الرجل، ونقل على اثرها الى المستشفى وتلقى العلاج. هذه طبعا اهم البلاغات اللي عندنا خلال الاسبوع. نعم. احنا دائما نقول ملازم اول محمد احمد، دائما نقول ان لا حد يتردد في طلب المساعده من غرفه العمليات الرئيسيه على هاتف 999، فانتوا تعملون على مدار 24 ساعه لمده او على 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 طول الاسبوع لمده 24 ساعه، فلا أحد يتردد في طلب المساعدة أو أن عنده أي بلاغ. إيه نعم بالضبط. إحنا يعني نحث جميع المواطنين أنهم يعني في أي بلاغات عندهم يتصلون دائرة على طلب المساعدة، ممكن إحنا نكون في خدمتهم، وكذلك نحثهم أنهم يعني يلتزمون جميع القواعد المرورية في الشارع عشان يتفادون الحوادث والإصابات، ونتمنى لهم إن شاء الله إجازة سعيدة. الملازم أول محمد حميد من غرفة العمليات الرئيسية، شكرا لكم. الشرطة النسائية قصة نجاح. لم تقف الفتاة البحرينية في وزارة الداخلية عند بوابة النجاح.
ولكنها أبت إلا أن تعبر من خلالها لتكون جزء من منظومة الإبداع والتفوق والنماء وإثبات الذات بإبداعها في عملها المخلص وإحساسها العالي بالمسؤولية تجاه أمن وطنها الحبيب. إنهم نساء من نوع خاص، الشرطة النسائية. إنهم نساء من نوع خاص، الشرطة النسائية. هل تعتقد بأنه يستحيل عليك مكافحة الفساد؟ أعد التفكير. هل تعلم العواقب السلبية للفساد عليك وعلى أسرتك؟ هل تريد أن تكون أحد الأشخاص المؤثرين إيجابياً بالمجتمع؟ هل تريد أن تضمن مستقبلاً مشرقاً لوطنك ولعائلتك وللأجيال القادمة؟ إذا كانت إجابتك بي نعم، فما عليك إذن إلى الاتصال بالخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد على 992، ونحن نضمن لك الحماية وسرية المعلومات. مساعدتك لنا في مكافحة الفساد عمل وطني، فلا تتردد. مع تحيات إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية. دشيت في دار المخدرات، كل يوم أروح لي أبوك، لازم كل يوم بوقع لين ثاني وأروح أبوك على سبت شنو، على سبت هالمخدر. حبيت هاي الشيء يعني، تميت ومشيت فيه. من حب حق روحه أنه يعني يسجن هنا، يقعد في السجن ويخليها لبارة. عائلتك تستغيث بسببك أنت. أنقذ أطفالك من ضياع المخدرات. طريق الهلاك. مملكة البحرين، لؤلؤة الخليج العربي، المملكة الحيوية لما يقارب 1,000,000 شخص. هي قوة اقتصادية مع تاريخ عريق ومستقبل مشرق. لكن القوة الاقتصادية في البحرين ما تعتمد بس على مواردها الطبيعية والعمل الشاق اللي يقوم فيه البحرينيين، لكن تعتمد بعد على رجال من نوع خاص أمنوا لحماية المواطنين والمقيمين في منازلهم وأعمالهم ومستقبلهم. هم الشرف والشجاعة والبطولة والتضحية. هم رجال من نوع خاص، رجال على خط النار، رجال الدفاع المدني. لا يختلف اثنان على حفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، هي رسالة إنسانية واجتماعية سامية.
تقدمها المديريات الأمنية بالمملكة للجميع من أجل خلق شعور وأحساس بالأمن والطمأنينة لدى الجميع من خلال الوقاية من الجريمة وتوعية الجمهور بكيفية التعامل مع الظواهر الدخيلة على المجتمع أو القضايا اللي تواجههم. معنا عبر الهاتف النقيب حامد عبد اللطيف عبد الرحمن، رئيس شعبة البحث والتحري بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية. النقيب حامد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هلا أخوي النقيب فايز. هلا والله النقيب حامد. يمكن المحافظة الجنوبية هي من أكبر محافظات البحرين، ويمكن فيها يعني عدد سكاني، وفيها يمكن منطقة البار، فأنت وتقومون يعني بجهد كبير وتقدمون العديد من الخدمات في المحافظة، يمكن البعض يغفل عنها لكن احنا بنتطرق لها. احنا نعرف ان المديرية لها دور واضح في الحد من الجرائم، فيمكن تغيرت نوعية الجرائم في السنوات الأخيرة نتيجة يمكن تطور وسائل الإعلام والاتصال. شلون ممكن تسعى المديرية لتطوير قدرات عناصرها لمواجهة هذا التطور، في خصوصا مع سياسة تطوير وزارة الداخلية؟ نعم أخوي، هي تغيرت بشكل كبير وملحوظ، وذاك ونلاحظ هاي الشيء في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، ان احنا نرصد الجرائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافه الى الاساليب اللي احنا نستخدمها السابقه، اللي هي يعني يكون المبلغ هو يتوجه حق المديريه بنفسه، او نرصد المخالفات او الجنح او الجنايات عبر الكاميرات او عبر التحريات اللي نقوم فيها، او عبر استقبال تلقي البلاغات من عبر غرفه المراقبه اللي هي الرئيسيه او اللي تابعه حق المديريه او المراكز التابعه لها. نعم. نعم. يمكن نقيب حامد، يعني موسم البار او يعني يمكن منطقه التخييم يعني اللي تحتضنها المحافظه الجنوبيه، هي سنويا تكون مناسبة ترفيه المواطنين والمقيمين، لكن أحيانا نحن نشوف بعض الحوادث المؤسفة، لكن شلون ممكن المديرية تتعامل مع هذه البلاغات وهذه الحوادث؟ نعم، نفس ما تفضلت أخوي، هو يعتبر موسم البر متنفس لجميع المواطنين والمقيمين، وعليه إقبال كبير سواء من الزوار والمخيمين. هاي تتعامل مع المديرية من خلال وضع خطة أو خطط محكمة التماشى مع سياسة المحافظة الجنوبية. نعم. من خلالها نسعى للخروج بموسم آمن للجميع، وعندنا مركز خدمات المخيمين هو على مدار الساعة يعني شغال، وفي الشرطة، ونعمل جنبا إلى جنب مع المحافظة الجنوبية، على رأسها محافظة الجنوبية سمو الشيخ علي بن خليفة والخليفة. نعم. الله يحفظه، يعني هما يعني يبدون اهتمام يعني ممتاز بالنسبة حق راحة المخيمين. وبالإضافة عندنا تسيير دوريات على مدار الساعة، تكون دوريات عسكرية ومجتمعية ومدنية، ونعمل مع الإدارات الأخرى يعني مثل إدارة الدفاع المدني وإدارة العامة للمرور. نعم. يعني واحنا ننسق مع المحافظة بخصوص راحة المقيمين، هو يمكن يعني المقيمين في البار. نعم، هو يمكن عملكم مع المحافظة الجنوبية هذه بحد ذاته هو يعتبر يعني شراكة مجتمعية. فاحنا لو بنتكلم ان شلون ممكن يعني تحققون هذا التواصل مع المواطنين ومع رجال الشرطة في نفس الوقت مع تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية؟ اي نعم، يعني نظرة المجتمع حق الشرطة هي يعني نظرة ممتازة من خلال التواصل معهم او تلمس حاجاتهم الأمنية، وهذه يعني توجيهات من سيدي معالي وزير الداخلية ان احنا نتواصل مع المقيمين والمواطنين، ونشوف يعني الشكاوى اللي هم يعانون منها او الازعاج اللي يحصل من اي شخص من الاشخاص اللي نعم. يعكر صفو هاي
الموسم المنطقة. نعم يمكن الـ احنا حين مثل ما نعرف ان يعني دخلنا تونا داخلين في عام 2018، لكن اذا بنتكلم بشكل سريع عن يعني ابرز الانجازات اللي تم تحقيقها في الفترة الماضية. نعم الحمد لله احنا يعني نسعى حق تطوير المديرية والخدمات اللي نقدمها، ومن ابرزها على سبيل المثال على سبيل الحصر هو تفعيل مكتب للقضاء الأسرية، هاي للحفاظ على الأواصر الأسرية، يعني ممكن ساعات خلاف بسيط لا يعد جريمة. نعم. لكن هاي من طبيعة الإنسان يختلف مع غيره، فإحنا نحاول نصلح بينهم. نعم. عندنا غرفة عمليات المديرية ومزودة بالكاميرات الأمنية وتواكب التطورات الأمنية والمحلية، وبعد ولكل فعالية احنا يعني لازم نعد الخطط الأمنية الشاملة واللي من شأنها ان تنفذ عملية تأمين اي فعالية من الفعاليات. هناك عندنا حملات وقائية منها نقاط تفتيش اللي من شأنها الحد من انتشار العمالة السائبة الغير قانونية، محاولة القضاء على ظاهرة التسول، وهي أدى إلى تدني نسبة الجرائم بشكل عام والحد منها، وذلك للدور الوقائي اللي تقوم فيه المديرية. نعم احنا دائما نعم. احنا دائما على ثقة وعلى يقين ان يعني مديرية شرطة المحافظة الجنوبية يعني تقوم في عملها على اكمل وجه، ودائما تسعى ان تحد من الحوادث سواء في موسم البار او ايام الفورمولا او غير هذه. يعني المحافظة الجنوبية يعني مشهود لها الأمانة يعني بهذا الجهد. النقيب حامد عبد اللطيف عبد الرحمن رئيس شعبة البحث والتحري مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، احنا نقدم لكم شكر خاص وعرفان ويعطيكم العافية. مشكورين ما قصرتوا، مشكورين على الاستضافة، الله يعطيكم العافية ان شاء الله. شكرا لكم. وصوت الوطن تظل على العهد طول الزمن، لحفظ الأماني وصوت الوطن تظل على العهد طول الزمن، فنحن رجال نصون البلاد، فنحن رجال نصون البلاد، ونخلص بالسر أو في العلن، ونخلص بالسر أو في العلن. حفظ الأمن وتطبيق النظام والقانون وتأمين الحماية للمواطنين والمقيمين والحفاظ على الممتلكات من خلال تكثيف الدوريات العسكرية والمدنية في المناطق ذات الأهمية والشوارع الحيوية في المحافظة، وتأمين السلامة في الشوارع الداخلية والخارجية، هي من أولويات المهام اللي تطلع بها مديرية شرطة المحافظة الشمالية، إضافة إلى جهودها المثمرة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والتواصل معهم من خلال بناء شراكة مجتمعية حقيقية أساسها التعاون في كل ما من شأنه خير وصالح الوطن وأبنائه الأوفياء. في آخر محطاتنا اليوم نتوقف مع مديرية شرطة المحافظة الشمالية، ومعنا عبر الهاتف سعادة العقيد إبراهيم النجران رئيس مركز شرطة مدينة حمد الشمالي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية. العقيد إبراهيم نجران مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، السلام عليكم. احنا عليكم السلام، واحنا نوجه لكم تحية خاصة ولكل العاملين ضباطا وافرادا ومدنيين في يعني مركز مديرية شرطة المحافظة الشمالية. احنا شاكرين لكم على هذه الاستضافة
وطبعا انتم يعني دائما وابدا يعني تقدمون كل ما ينفع المواطن والمستمع من اجل الامن والامان في البحرين. نعم بلا شك ان هذا يمكن هدفنا ان احنا نتعاون كلنا مع بعض لاجل يعني النهايه هي رساله واحده. نعم. إذا بنتكلم عن سالة العقيد عن أبرز التحديات اللي تواجهها المحافظة الشمالية وشلون قدرتوا تتغلبون عليها؟ في الحقيقة بس إذا تسمح لي قبل الإجابة على السؤال. نعم. يعني أتكلم عن رؤيتنا كمديرية شرطة. نعم تفضل. فإحنا في الحقيقة يعني الشرطة يعملون على المحافظة على حياة المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة وكذلك تطبيق مبادئ حقوق الإنسان التي يتضمنها بدون شك الميثاق والدستور. نعم. وتفعيل دور المواطنين في تعزيز الشراكة المجتمعية منهجا وأسلوبا متبعا في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع. نعم. بالنسبة حق السؤال اللي طرحته، طبعا من أبرز التحديات كيفية إشراك المحافظة على السلم والأمن من خلال التعاون مع رجال الشرطة وحماية المجتمع من الجريمة والوقاية منها. نعم. حيث أثبتت فعالية في خفض معدلات الجريمة بصورة واضحة، ويقوم هذا الاتجاه على اعتماد لسياسة وقائية فعالة طبعا تتضمن الاعتراف بالمسؤولية والعمل على اتخاذ إجراءات لتقليل الفرص أمام المجرمين، وهذا تأكيدا على أن الشراكة المجتمعية مثل ما ذكرنا لها دور فعال في المحافظة على الاستقرار. نعم. طبعا احنا كمديرية شرطة المحافظة الشمالية بفضل التواجد والتوزيع الأمني المدروس نجحت هذه المديرية في انتشار نقاط تفتيش ودوريات ثابتة متحركة للتصدي لأعمال الشقب والتخريب والتي وصلت حد الإرهاب. نعم. داخل بعض المناطق والقرى، واستهدفت وترويع الآمنين طبعا من المواطنين والمقيمين. نعم. وإحنا طبعا تصدينا لها وفق السلطات القانونية الممنوحة لنا لمنع ارتكاب ارتكابها، وما لا شك فيه أن هذا النجاح لن يحصل دون تكاتف وتضافر الأجهزة الأمنية الأخرى التي تعمل يدا بيد للوقوف في وجه ذلك التحديات الراهنة. نعم. نعم. كم بلغ المؤشر الإحصائي الخاص بالقضايا والحوادث اللي تلقتها المديرية خلال العام الماضي؟ قبل نوصل حق السؤال هذه، في الحقيقة أنا يعني أحب أن يعني أنوه حق شغلة مهمة جدا. نعم. إحنا طبعا سيدي معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفي وزير الداخلية. نعم. يعني يولينا المتابعة الحثيثة من أجل الوصول إلى المجرمين وتحقيق العدالة. ولا أنسى في هذا الصدد متابعة سيدي رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن وتوجيهه المستمر. نعم تفضل. نعم. يعني احنا تكلمنا عن المؤشر الإحصائي الخاص بالقضايا والحوادث اللي تلقتها المديرية خلال العام الماضي، وعلى ماذا يعكس ذلك؟ طبعا احنا عندنا بالنسبة حق الإحصائيات في تنازل، وهذا شيء يعني لله الحمد يدل على أن يعني عملنا نعمل بالشكل الصحيح. ويعني مثل ما عندنا هنا الإحصائية، عندنا تقريبا في عام 2017 نعم 19,003 بلاغ طبعا وصل للمديرية. نعم. وإننا نلاحظ انخفاض كبير في نسبة القضايا من خلال الإحصائية الموجودة في 2016. ففي 2016 كان عندنا القضايا المهمة 3,647، وحاليا في 2017 3,240، يعني بما عدل انخفاض 407 قضية مهمة. فهذا يعني يشكل لنا حافز للعمل أكثر وأكثر للقضاء على الجريمة. نعم. سعادة العقيد، يمكن يعني الوقاية من الجريمة يعني هذه بحد ذاتها توعية وثقافة مجتمعية، فشلون يتم تثقيف المجتمع أو أن تتواصلون مع الأهالي في المنطقة في المحافظة الشمالية وتتم الشراكة المجتمعية هذه بينكم؟ والله بالنسبة حق تثقيف المجتمع، قطعت مديرية طبعا شوط كبير على صعيد ما تحقق من إنجاز ونفتخر به. وأكبر إنجاز هو انخفاض معدل طبعا مثل ما ذكرت لك الغضائر الواردة لهذه المديرية. نعم. فهذا يعد أكبر نجاح وإنجاز
من الممكن أن نفتخر فيه في هذا المديرية، بالإضافة طبعا إلى إنشاء وتفعيل مكاتب القضاء الأسرية في جميع المراكز الأمنية التابعة لهذه المديرية، الأمر الذي لاقى استحسان طبعا من جميع أهالي المنطقة والترحيب من قبل فئة كبيرة من المواطنين لما له من أثر بالغ طبعا، وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين قبل وصول تلك البلاغات للمحاكم. فأنت عارف أن أنت يعني القضاء الأسرية يحتاج لها إلى يعني مشاورات وإصلاح ما بينهم على أساس أنه يعني لا توصل القضايا إلى المحاكم، والحمد لله تمكننا من خفض هذه القضايا الحمد لله. نعم، إحنا مثل ما قلنا يعني قبل شوي يعني كل المديريات مفتوحة لجميع أفراد المجتمع لتقديم نعم. أي بلاغ وأي شكوى نعم. وحتى للاستشارة ممكن أن الشخص يلجأ إلى المديرية ويطلب نعم مساعدة. بدون شك نعم. بدون شك نعم. هناك نعم. ضباط وأفراد وشرطة المجتمع ما راح يقصرون مع نعم. أي مواطن أو نعم. أي مقيم نعم. نعم. وإحنا في خدمة المواطن والمقيم في نفس الوقت نعم. نعم. سعادة العقيد إبراهيم نجران رئيس مركز مدينة حمد الشمالي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية، شكرا لكم. شكرا إياك. نظل على العهد طول الزمن فنحن رجال نصول البلاد ونخلص بالسر أو في العلن قبل نختم حلقة اليوم، احنا وصلنا للجزء الأخير، لكن حبينا نشكر كل من شارك معنا اليوم ويعني أبدى خدماته واستعداده للمساعدة وعرض خدمات لجميع المواطنين والمقيمين. طبعا نشكر كل اللي انضموا لنا عبر الهاتف من بداية الحلقة، كان معنا الرائد ركن غازي السبيعي رئيس شعبة العمليات بمديرية شرطة محافظة العاصمة، وأيضا النقيب حامد عبد اللطيف رئيس شعبة البحث والتحري بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، وكان معنا أخيرا العقيد إبراهيم النجران رئيس مركز مدينة حمد الشمالي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية. احنا شاكرين للجميع جهودهم، وأيضا قبل لا أنسى كان معنا سعادة العقيد محمد راشد الحسيني أيضا رئيس مركز شرطة الحد بمديرية شرطة محافظة المحرق. احنا نشكرهم كلهم على مداخلتهم معنا اليوم بالهاتف، واحنا وصلنا الى نهاية حلقة هذا اليوم. نتمنى لكم اعزائي المستمعين اجازة سعيدة وامنة، واي احد مثل ما ذكرنا يطلب المساعدة او يحتاج اي شيء لا يتردد في الاتصال على غرفة العمليات الرئيسية. تقبلوا تحيات فريق العمل، في امان الله، ونشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله. رضاك يا المحرق أضواء